بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سؤال كيمستري كمان بيشبه الدورات. بيقول The table shows some chemical elements present in soda. هذا التابل فيه elements اللي موجودة بالصودا. الصودا يعني مثل البيبسي الميراندا هول. السؤال الأول Write the electronic configuration of the elements found in soda. ما هو عم بيقول لي هذا التابل فيه elements موجودين بالصودا، يعني كأنه عم يسألنا الالكترونيك كونفيجريشن للهيدروجين للكربون للنيتروجين للأكسجين وللفوسفورس. بدنا نعمله الالكترونيك كونفيجريشن وعاطيني الزد، لأنه الالكترونيك كونفيجريشن بتعتمد على الزد اللي هي كمان نمبر اوف الكترونز، بتعتمد على نمبر اوف الكترونز. ومن وين بنجيبها؟ بنجيبها من الزد. فمنبلش كل وحدة بوحدتها بنكتب الالكترونيك كونفيجريشن اللي لها. فنحن عنا الهيدروجين واحد، الالكترونيك كونفيجريشن اللي لها هي الكي، يعني الانرجي ليفلز بدي اكتبهم، بدي اوزع الالكترونز على الانرجي ليفلز. عندي بالكي 1 خلص ما عادش عندي غيرها الكترونز. بالكربون الكي بتتحمل 2، الال 2، وقد ايه بصير 6؟ 4. هاي الالكترونيك كونفيجريشن. هلا مفروض نحن جيفن صغير او انتدكشن صغيره قبل ما نكتب الحال تاعو الالكترونيك كونفيجريشن اللي هي شو ان ان اتوم. الافضل يعني بس يسال عن الالكترونيك كونفيجريشن نكتب ان ان اتوم النمبر اوف الكترون بيساوي النمبر اوف بروتون بيساوي زد. بعدين بنصير بنحل. هلا النيتروجين 7 فمعناتها كي 2 ال 5 2 و 5 7. الاكسجين 8 يعني كي 2 ال 6 2 و 6 8. الفوسفورس كي 2 ال 8 صاروا 10 الام 5. هيك هيدا اول سؤال. تاني سؤال شو بيقول؟ بيقول indicate the elements of the same column and that of the same row. يعني كأنه عم يسألني شو، ما انا نعرف اي elements فيهم same column و same row. كأنه عم بيقول لي طلع الكولوم لكل وحدة وطلع الرو لكل وحدة وشوف لي مين هني اللي عندهم نفس الشيء. فأنا شو بدي أعمل بالأول؟ مثل ما أنا عملت introduction صغيري للإلكترونيك configuration، بدي أعمل introduction صغيري يعني كأنه definition للجروب. من هي الجروب؟ هي number of electrons found in last energy level. هني عدد الإلكترونات الموجودين بآخر، هاي آخر energy level، هي هون موجودة 1 energy level. الرو شو هي أو period؟ الرو هي number of energy levels. لازم هون نكتبهم لحتى نضمن انه انا ما تنقص لي علامه كرمال الجيفن. number of energy levels يعني كم energy level عندي. فبنطلع هلا الهيدروجين شو عنده؟ K1 اول شيء الجروب مين هي؟ number of electrons الموجودين هون، يعني هيدي الجروب. دائما الجروب هي اخر باخر level عدد الالكترونز. فالجروب هون شو بقول له؟ group 1. طيب الرو او بيريد كم انرجي ليفل عندي؟ 1. هون شو عندي؟ الجروب شو هو؟ 4. الجروب 4، الاربعة كيف بكتبها؟ هيك. الرو كم رو عندي؟ 2. هلا هو سالني جروب وسالني كولوم. طيب انا اذا الاربعة الجروب 4 هيك بنكتبها. نحن شرحنا قبل بفيديو قبل الكولوم كيف بنكتبها. الكولوم بتكون 14 إذا ما نكتبها بالأعداد. بس ال1 وال2 بيضلوا الكولوم 1 كولوم 2. بس ال3 لل8 بنكتبهم هيك، بنحط عدد العشرات بالأول، يعني 13 14 15 16 17 18. طيب هون شو عندي؟ الجروب قد ايه الجروب؟ قلنا الجروب هو هيدا يعني 5. إذا بدي كولوم شو بتكون الكولوم؟ 15. الرو بيريود نفس الشيء، كم رو عندي؟ 2. طيب هون شو عندي؟ الجروب 6. 6 هيك بنكتبها بالرومان. إذا بدي كولوم الكولوم بتكون 16. طيب الرو 1 2. هون نفس الشيء الجروب قد ايه الجروب؟ هو آخر عدد الخمسة، هيك بنكتب الخمسة بالرومان. إذا بدي اكتب كولوم فبتكون 15. في عندي بيبقى الرو، الرو قد ايه؟ 1 2 3. 3 انرجي ليفلز، عفوا 3 انرجي ليفلز. هلا هو عم يسألني مين اللي عندهم same group. same group مين هني؟ same group انا عندي هون 1
أربعة خمسة ستة، هون خمسة، يعني في عندي اثنين خمسة، في عندي النيتروجين عنده جروب خمسة والفوسفورس عنده جروب خمسة، فبقى اللي عندهم سيم جروب هن نيتروجين and فوسفورس. سألني مين هن اللي عندهم سيم رو؟ طيب سيم رو عندي واحد اثنين اثنين، يعني هون اثنين مثل بعض، هاي كمان مثلهم، يعني معناتها كربون ونيتروجين واكسجين، كربون ونيتروجين and اكسجين. هيك خلصنا تاني سؤال. بالتالت شو بيقول؟ The number of valence of phosphorus is 5. شو قال هو؟ The number of valence، ما قال valence لحالة، قال number of valence كأنه عم بيقول valence electron، كأنه عم بيقول هيك. ونحن شو يعني valence electron؟ يعني هي number of electrons found، مثل الجروب found in last energy level، بس عم كرر لحتى تحفظوهم لأنه بالتكرار بصير الحفظ. طيب بيقول لي number of valence of phosphorus هي 5. الفوسفورس شو كتبناها؟ احنا كتبنا K2 L8 والM 5. بيقول لي valence electron هي 5. justify this statement. ليش valence او valence electron هي 5؟ التعريف هو بيكون justification. بقول له أنا because the number of valence is the number of electrons found in last energy level. طيب هون بيقول لي nitrogen atom can make with the hydrogen atom a molecule ammonia اسمها NH3. النيتروجين مع الهيدروجين بيعملوا NH3. write the Lewis dot structure of H للهيدروجين وللنيتروجين. طيب الهيدروجين نحن شو قلنا الهيدروجين اللي إلها؟ الكي عنده 1، معناتها اذا بدي اكتب اللويس اللي لها لويس دوت سيمبل او لويس دوت ستراكشر بحط هيدروجين وعنده 1 الكترون. طيب النيتروجين، نيتروجين قديش؟ 7. نحن قلنا انه هي K2L5، يعني عنده 5 بالاخير، فبكتب انا هاي النيتروجين عنده 1 2، فيني اعمل خط 3 4 5 بوزعهم. هيدي اللويس دوت ستراكشر او سيمبل للهيدروجين والنيتروجين. هون شو بيجي عم يسالني؟ بيقول لي رايت ذا لويس دوت ستراكشر او سيمبل للامونيا، للامونيا مع بعضها، يعني الان اتش 3 بدنا نرسم له، بدنا نكتب له اللويس دوت سيمبل، هي ان اتش 3 هاي الامونيا. نحن الاتش شو قلنا؟ كم اتش بده؟ 3. هيدي اتش عندها 1 الكترون. طيب مثلا بحط هون H، هاي 1 الكترون، هاي H 1 الكترون. ليش عملت هيك؟ لانه النيتروجين شو عنده؟ عنده 5، هون 2 3 4 5. الهيدروجين لحتى تكون ستيبل، الهيدروجين شو عنده؟ K1. لحتى تصير ستيبل بدها 1 الكترون، بتصير الK هي 2 الكترون، صارت ستيبل. ما بتخسر 1 الكترون، ما بتخسر. ليه؟ لأنه بصير بطل في عندي هيدروجين، فهوني ما بتخسر، بتربح واحد إلكترون، سهل تربح واحد إلكترون بصير 2. فشو بتعمل هون؟ بتعمل شير مع واحد نيتروجين، هيك بنعمل شير. كمان نفس الشيء، تعمل شير مع واحد هيدروجين، هون بتعمل شير مع واحد هيدروجين. لنتأكد صارت هاي الهيدروجين عندها 2 إلكترون، هاي الهيدروجين كمان 2 إلكترون، هاي الهيدروجين 2 الكترونز. طيب الان الان صار عنده 1 2 3 4 5 6 7 8، لانه الان شو هي؟ K2L5، صح؟ باخر انرجي ليفل في 5، لحتى تصير ستيبل بتربح 3 الكترونز، فاخذت 3 الكترونز من كل واحد هيدروجين، مش اخذتهم، عملت شير معهم. اذا اخذت معناتها خسرت الهيدروجين الالكترون تاعولها، ودايما الهيدروجين بيعمل شير مع حدا تاني، ما بيخسر الالكترون تاعوله. فلما عمل شير شو صارت الفورميشن؟ شو هي البوند ذات فورمز بين نيتروجين اند هيدروجين؟ صارت كوفالنت بوند. فانا بس بدي اشرح لانه هو عم بيكسبلين، فانا شو بقول له؟ بقول له هيدروجين هاز 1 الكترون ان لاست انرجي ليفل، هيك بيكون الشرح. انرجي ليفل شو صار فيها؟ It needs تحتاج to gain 1 electron to be stable، بتحتاج تربح 1 electron to be stable، to طيب to be stable.
هلا ما نحكي عن النيتروجين. النيتروجين has أدي 5 electrons in last energy level. عنده 5 electrons. It needs three electrons to be stable. هلا احنا هون ما فينا نقول gain. مش هي بتربح بتاخده من حق. It needs to share. لانه احنا شرحنا اول شيء احنا عملنا هاي عرفنا انه هي عملت sharing. بما ان sharing يعني covalent. لما انا اقول gain و lose صارت ionic bond. انا ما بدي اياها ionic bond. It needs to share one electron to be stable. النيتروجين عندها 5 فهي بتحتاج needs 3 electrons to be stable. فشو عملت؟ It shares 3 electrons with hydrogen. طيب هلا في بعض الأساتذة بتفسر بغير طريقة. يعني اللي بيحب يفيدني بيقول لي ويعني ياخد إذا بدكم كل واحد كل تلميذ ياخد على الأستاذ شو بيقول له، لأنه بكرة بالشهايد المدرسة أو بعلامات المدرسة يمكن هو بيحاسب على طريقته هو بالشرح. بس هي أقرب شيء يعني إنه قريبة، هاي قريبة لكل الشرح اللي ممكن يكون مع الأساتذة. فهوني شو بدي أقول، هاي أول نقطة عن الهيدروجين، هاي التاني نقطة عن النيتروجين، ثالث نقطة إنه مع بعضهم شو عملوا، they form a simple covalent bond. ليش قلت simple؟ لأنه بين كل نيتروجين وهيدروجين عملت واحد بوند، عملت شير وواحد بوند. مش مثلا جيت لقيت أنا عندي ثلاثة لنفس الألمنت، مثلا هاي الألمنت وهاي الألمنت صار عندي شير لثلاثة إلكترونز مع بعض، أو مثلا لتو إلكترونز مع بعض. مع كل هيدروجين عملت simple covalent bond. They form a single covalent bond. هيك بيكون الاكسبلينيشن اوف ذا بوند فورميشن.